هبتدي اول حاجه بالجزر. تعالوا نشوف ازاي هنعمل الجزر. يلا بينا نقول مقاديره نشتغل فيه على طول مع بعض. يلا الجزر هيبقى جزر جليزد. يعني ايه جليزد؟ هنتكلم عن التفاصيل دلوقتي حالا. المقادير كالتالي: كيلو جزر، كوبايه سكر، لتر ميه، نص كوبايه زبده، هيتحط عليه كمان ملح وفلفل. انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بسوي الجزر وبطريه عن طريق الميه اللي موجوده في الوصفه، والزبده بتعمل عليه هي والسكر طبقه لامعه. هنشوفه مع بعض حالا وهنشوف ده بيتعمل ازاي وايه وجهه النظر من الوصفه دي. هنشوف كل حاجه. طيب هنعمل ايه؟ هاجي هنا هجيب الزبده هنزلها، محتاجش بقى تتشوح ولا اي حاجه، وهتشوفوا حالا ايه اللي هيحصل. حاجه كده خفيفه قوي. احط الجزر. ايه بقى موضوع الجزر ده؟ ده جزر احنا مقطعينه باداه خاصه او بسكينه. السكينه دي عباره عن حاجه كده شبه المعلقه، احمد هيجيبها لكم دلوقتي، موجوده على فكره، عايزين تشتروها من المحلات اللي بتبيع معدات الطبخ. عباره عن معلقه، المعلقه دي الحواف بتاعتها حاده، سكينه، شايفين عاملة ازاي؟ وليها ناحيتين، ناحية كبيرة وناحية صغيرة. فرق بينهم في المقاسات ما تبقاش كبيرة، بس هي بتخلي او بتدي الشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي حالا في الحلة. يلا هنا الزبدة مع مع الجزر. هدي دلوقتي كده هنا رشة السكر او مقدار السكر اللي هو كوباية السكر اللي احنا قايلين عليها، وبعدين هدي تقليبة. وبعدين هدي ملح وفلفل خفيف. طب في النهايه هل الوصفه دي بتطلع حادقه ولا مسكره؟ بتطلع مسكره شويه، بس بتتاكل مع الاكل الحادق عادي، لانه لما بيكون في تضاد في الاطعمه، لما بيكون في طعم مسكر مع طعم حادق، ده بيظهر الطعم جدا، بيوضح الطعم جدا، بيخلي الطعم في النهايه جيد جدا. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي هنضيف الميه، ده اللي انا هعمله حالا دلوقتي. يستحسن كمان بقى نضيف ميه تكون سخنه، عشان كده انا شغلت الكاتل لغايه ما السكر بس يسيح مع الزبده هنا، وهنبص عليه حالا ونشوف اخباره ايه. ما بقعدش فتره طويله في التشويح ده، علشان انا مش عايز يبقى فيه طبقه من الجزر ملونه، انا عايز لونه يفضل كده اللون الحلو اللي انتم شايفينه ده. متخيلين اللون قد ايه حلو؟ ده مشهي جدا، الطعم كمان هيطلع حلو قوي. هنطلع واحده بس، تعالى نطلعها السباتولا يكون ليها لون تاني عشان يبان فيها، بدل البرتقاني مع البرتقاني مش هيبان حاجه. اهو بص انا طلعته لك اهو، ممكن تجيب كده ده. خدت بالك؟ بس كده، يلا بينا. بس حلو قوي الكلام ده. هنيجي هنا نحط الميه، وما بنحطش ميه كتير بقى، زي ما قلت لكم كده كيلو الجزر هيتحط عليه لتر ميه، ويتحط معاهم كوبايه السكر والزبده اللي احنا قلناها. وبيتعمل ايه بعد كده؟ بيتغطى عليها وبتتساب على درجه حراره متوسطه لمده يا دوبك من 10 دقائق لربع ساعه بس. هتشوفوا في النهايه شكله عامل ازاي الطبق ده. خطير جدا، تحطوه مع اطباق رئيسيه ثانيه هقول لكم برده يليق عليه. يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل. انا في الفاصل عملت ايه؟ شلت الجزر اللي احنا كنا بنعمله جليزنج من على النار، وبدات ان انا هنا اجيب الطبق كده وارص الجزر ده. انتوا بقى مش متخيلين الجزر ده طعمه بيبقى عامل ازاي. طعمه عبقري جدا، في مزيج كده ما بين الزبده وما بين السكر، مش بتخلي بس اللون بتاعه حلو زي ما انتوا شايفين كده، بتخلي كمان الطعم بتاعه حلو جدا. طب هل ده بقى ينفع يتقدم في وصفه حادقه؟ زي ما كنت بقول لكم كده في المقدمه، او لما رجعنا من المقدمه، انه ده هيبقى فيه هيبقى طعمه مسكر، فهيبقى شبه كده الاطباق بتاعت السويت اند ساور اللي احنا عملناها هنا في البرنامج قبل كده كذا مره. هيبقى فيه تضاد ما بين الطعم المسكر والطعم الحادق، التضاد ده بيظهر الطعم، بيبقى في مصلحه الطعم في النهايه. نستمر كده. لاحظتوا ان احنا في الوصفه قلنا رمان وما حطيناش الرمان. طب ايه السبب ان الرمان انا هحطه في النهايه؟ مش بس جارنش، الرمان في نسبة مزازة كده، المزازة دي أنا محتاجها في الوصفة دي، ليها دور هنا، هتدي الطعم أو هتودي الطعم في حتة تانية. طيب يا ترى بقى ده يتقدم مع إيه؟ يعني أنا بنصحكم إن ده ممكن يتقدم مع أطباق اللحم، هيبقى حلو جدا. ممكن كمان يتقدم مع أطباق السي فود، يعني لحمة أو سي فود هيبقى لايق جدا. البطاطس اللي إحنا هنقدمها كمان شوية
قدموها مع الدواجن هتبقى حلوه جدا. فيعني كل حاجه وهتلاقوا ليها حاجه لايقه عليها. بس انا كده خلاص جهزت، مش محتاج احط تاني، ممكن احط واحده بس كمان كده، او ممكن دي اعدلها كده سنه. وهاجي هنا كده هجيب الرمان الرمان اهم حاجه بس ان هو يكون ايه متفصص حلو. بس والرمان بس كده ايه هنزله، مش عايزه يبقى على سطح او مش عايزه يبقى ملغوش على الجزر. الجزر هنا هو البطل، هو النجم بتاع الوصفه دي، فمش عايز الرمان يلغوش عليه، بس هو مهم في الطعم. بس الطبق ده كده خلاص جاهز للتقديم. هناخد الطبق ده زي ما هو كده ونروح هنا نحطه على السفره. ده الجزر الجليزد اللي انتم شايفينه ده، وده طبق جانبي زي ما كنا بنقول. ودي احمد هيبقى لكم دلوقتي البطاطس الباتر روستد اللي مستويه تحت سطح السمنه. وعملنا كمان النهارده المشروم الكونفي اللي مستوي مع الفلفل الحصى ومع الكزبره الناشفه.